بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، هناخد النهاردة كيفية استنباط الأودية من الدم في بيئة برنامج الأرك ماب. في بدء الأمر، الأداة المستخدمة لاستنباط الأودية اسمها أرك هايدرو. أرك هايدرو يتم تنزيل الأداة وتصطيبها ثم تنشطها عن طريق هذا الأمر. ثم يتم عمل كليب للوادي المراد قطعه ثم وضعه في فولدر خاص في بيئة العمل، سميته وادز المنيا 2 اندرسكور كليب بهذا الشكل. قبل استخدام أي أداة من هذه الأدوات لاستنباط الأودية، يجب عمل سيف للمشروع في نفس الفولدر اللي موجود في الوادي المقتطع أو المراد استنباطه من ملفات الدم. ثم التريم بروسيسنج، نختار داتا مانجمنت وهي المسؤولة عن إدارة البيانات. فهنا بيطلب مني فين البيانات الخام بتاعتك، فبقول له what is mania to clip من الروديم، والأوامر الأخرى دي، العناصر الأخرى دي لو أنت موجود عندك بيانات جاهزة أوكي تشاور له عليها أو تدل له عليها. لو أنت عندك الستريم، لو أنت عندك الهيدروديم، لو أنت عندك دم معالج، لو أنت عندك اتجاه التدفق تشاور له عليها من هنا. لكن طبعا انا البيانات دي كلها هستنبطها لسه، فهي مش موجوده عندي، فبكتفي ان انا بشاور له على الدم الخام او الرو ديم من هنا، وبعد كده بقول له اوكي. كل ما بتضغط على اوكي لازم يديك الرساله دي ان هو بيقول لك successfully completed، ان العمليه بتاعتك نجحت. فبقول له اوكي. وبعد كده اول حاجه بعالج الدم دوت. احنا عارفين ان ملفات الدم بيكون فيها بعض المناطق اللي بيكون فيها انخفاض للقيم عن المناطق المجاورة ليها، ما بيكونش خطأ في ان هي منطقة منخفضة، ولكن بيبقى انخفاض في القيمة، انخفاض في القيمة كبير جدا، فبيكون ده خطأ. فبالتالي لما لو ده ما اتعالجش بيسبب لي مشاكل بعد كده. فبعالجه ان انا بملأ هذه الحفر او المناطق المنخفضة القيمة، بسويها بعمل متوسط ما بينها بما يجاورها من اليمين ومن الشمال ومن فوق لأعلى، باخد المتوسط القيمة بتاعتها من خلال الامر اللي هو fill sink، املا الحفر. فالدم بشاور له المدخل بتاعي الانبوت، والمخرج بتاعي يكون fill بهذا الشكل. لازم يجيب لي الرساله دي ان العمليه تمت بنجاح، ومفيش فرق بينهم كبير يعني. بعد كده ببدا الامر الثاني ليا اللي هو الفلو دايركشن، اللي هو تحديد اتجاه الجريان، اتجاه الجريان او اتجاه التدفق. بستخدم طبعا الفيل، ما بستخدمش الوادز اللي هو المعالج بقى الدم المعالج اللي هو الفيل دوت، وبديله الاوردر اللي هو فلو دايركشن جريد، بقول له اوكي وبعدين يس. فبيديني الرسالة اللي بيقول العملية تمت بنجاح وده اتجاه الجريان. طيب دلوقتي انا حددت اتجاه الجريان من خلال الفلو دايركشن. طيب عايز احسب كميات الجريان في كل بيكسل، كميات الجريان في كل بيكسل، يبقى من خلال الامر فلو اكيوميوليشن بالشكل دوت، وبعدين بقول له اوكي يس.
فالاوديه بتاعتي بدات تظهر الى حد ما بالشكل دوت اللي في المنطقه بتاعتي. بعد كده بختار Stream Definition، وده اهم امر في الموضوع كله، وده بيعني تعريف التدفق. تعريف التدفق اول ما بضغط عليه بيقول لي اوكي، المفروض يجيب لي الرساله اللي هي ان العمليه تم بنجاح. هنا بيختلف، بيقول لي حدد لي المساحه اللي البرنامج هيشتغل عليها، يعني البرنامج هيستنبط او يعرف لي التدفق كل مساحه قد ايه. وهنا لازم ناخد بالنا، لان كل ما صغرت الرقم ده هوت كلما زاد التشعب للوادي المستنبط، وكلما وزي ولو كبرته بيقل التشعب بتاعك. فانا هشتغل هنا على 103 زي ما انت عايز، او 30 او 40 زي ما انت عايز. دي المساحه اللي هشتغل، يعني ايه مساحه البكسلات اللي هشتغل عليها، عدد البكسلات اللي هشتغل عليها في كل مره. بعد كده بقول له اوكي، وكده استنبط لي هو التشعب بتاعي زي ما انتم شايفين كده، تمام. بعد كده احدد الحوض لكل وادي، تحديد الاحواض لكل وادي، وده عن طريق الامر catchment grid delineation. الاول اعمل تقسيم المجاري وتحديد الاوديه من خلال stream segmentation. الاوردر دوت فايدته ايه؟ ان البرنامج شايف ده كل وادي لوحده، فانا عايز اقول له ان ده وادي وده وادي وده وادي، بدل ما يشوفهم كلهم بقطع الاوديه، بعمل تقسيم للمجاري وتحديد الاوديه من خلال الاوردر ستريم سيجمنتيشن. بعد كده بحدد الحوض لكل وادي، تحديد الاحواض من خلال كاتشمنت جريد ديلينيشن. اخدنا بالنا الاحواض بتاعتي بالشكل دوت، الحوض لكل وادي، تمام. بعد كده انا كنت بشتغل الفتره اللي فاتت دي كلها على بيانات راستر، فانا عايز اخد البيانات دي واحولها الى فيكتور، احولها لفيكتور. فاول حاجه بحول الاحواض الى فيكتور من خلال كاتشمنت بولوجن بروسيسنج، بقول اوكي يس. طبعا الامر بيطول شويه، كده هو حول لي الاحواض اللي سيادتك شايفها قدامك دي الى بوليجون بالشكل ده. طيب انا دلوقتي عايز احول بقى الاوديه دي الى فيكتور لاين، فبقول له درين ايدج لاين بروسيسنج. طبعا لو انت عملت تقليل زياده في السيل اللي انا خليتها 40، لو خليتها 100 او 140 فبيقل التشعب اللي انت شايفه قدامك دوت. طبعا هو هنا استنبط الاوديه وحولها لي الى فيكتور بعد ما كانت راستر. طبعا العمليه الوقت بتاعها بيطول او بيقصر حسب المساحة اللي انت بتشتغل عليها. فانا بشتغل هنا على عدة اودية، انت لو بتشتغل على وادي واحد طبعا مش هياخد الوقت ده كله.
بيديني الرسالة إن العملية تمت بنجاح. هنا استنبط لي 2000 وادي، 2000 وادي. طبعا بعمل ديسيبل لكل العمليات اللي تمت، وبكتفي بالأودية المستنبطة بهذا الشكل. بعمل كليك يمين وقول داتا واكسبورت داتا، وبحولها في مكان آخر خالص، وليكن مثلا نسميها وادز أو فالي. بنلاقي في عملية يعني زي انكسارات في الأودية، فبعمل لها سموس بالشكل دوت. انا بفتح ستارت اديتنج وبعدين اوكي، وبعدين من اديت اقول له ادفانسد اديتنج. وبعدين اعمل عملية سيلكشن للطبقة بتاعتي كلها. لو احنا شايفين الانكسارات دي بعد ما عملها سموس من الاوردر دوت، بقول له ان عملية السموس خليها 5 من 10000، بقول له اوكي. شوف السموس بقت عملية مقبولة شوية، بقت في انحناءات بالشكل ده. طبعا بعد كده بتحذف انت الأودية اللي هي بعيدة عن الوادي بتاعك، وتبقي على الوادي اللي انت المراد استنباطه، او من الاول خالص وانت بتعمل كليب تقدر تقص المنطقة او الوادي بتاعك فقط لا غير. محمد ناصف، أسألكم الدعاء.